استخدمه بشكل خارجي على الأعصاب الطرفية، سواء أعصاب الإيدين أو أعصاب الرجلين المؤلمة. التهابات الأعصاب الطرفية بتحصل مع أي حدا، وخصوصا الناس اللي بيعانوا من ارتفاع السكر في الدم، أو الناس اللي عندهم اضطرابات في الديسك وعرق النسا والتهابات مزمنة في عرق النسا. اللي بيصير انه الأعصاب كل ما طولت كل ما كانت معرضة أكثر للضعف. وأطول عصب عنا في جسمنا اللي هو العصب الوركي، اللي هو ببلش من أسفل العمود الفقري لحد الإصبع الكبير. فهذا العصب بصير فيه ضعف أكثر شيء لأنه طويل، والجسم ما بيقدر يوصل لآخره لمؤخرته للعصب. بالنسبة للإيدين نفس المبدأ، بتيجي بعد الرجلين العصاب الطرفية في الإيدين صار فيه التهاب، سواء بسبب ضغوطات من الفقرات او بسبب ضغوطات على الاعصاب الفرعيه هذه من مناطق مختلفه، زي اللي بنشوفه في متلازمه النفق الرسغي والاضطرابات العصبيه من تميل وخضران ونخس. المهم بدنا نعملنا دهون ندهن منه خارجيا. هذا الدهون بيعتمد، اكتبوا لي المكونات عندكم. الفلفل الاحمر جاف، بتجيبوا كمية من الفلفل الأحمر، وبتجيبوا كمية من الفلفل الأسود، الفلفل الأسود الحب كله بتجيبوه، بتحاولوا تجيبوه كامل حب اللي انتوا تطحنوه عندكم في البيت. فصار في عنا فلفل أحمر وفلفل أسود. مع الفلفل بنجيب بدنا اشي فعال، اذا بنجيب الزنجبيل نفس المبدأ كامل واحنا بنطحنه. هلا بحكي لكم كيف بنطحنه. صار في عنا فلفل وصار في عنا زنجبيل. بدنا كمان نجيب الكرنفل، نجيب لنا مثلا 10 حبات كرنفل. هلا بحكي لكم المقادير ونحطه في هالخليطة. وبدنا نجيب حبوب الكتان او بذور الكتان نفس الشيء، ونجهزها اللي نعمل منها الخليط. فصار عندنا الكتان، الكرنفل، الزنجبيل، وكمان بدنا نجيب الكركم والزنجبيل والكرنفل والفلفل الأحمر والفلفل الأسود. هاي 5 مركبات. في هاي الحالة بجيب طحانة القهوة وبحط مثلاً 10 معالق من الكركم، 5 معالق من الفلفل الأحمر، 5 معالق من الفلفل الأسود، بضيف 5 معالق من الكرنفل، والزنجبيل بضيف لي 5 معالق على الطحانة، وبطحنهم كلهم مع بعض، بصير بجوز يكونوا متجانسين. هلا بدي أضيف كمان غير هذه المكونات، أضيف عشبة الروزماري أو إكليل الجبل، بتجيبوها جافة من عند العطار أو من عندكم في البيت، وبتحطوا لكم 5 معالق من إكليل الجبل على في الطحانة مع المطحون. هلا بنطحن كل المطحون، بنعمله بودرة وبنوضعه في مرتبان، الأفضل يكون غامق ما توصلوا أشعة الشمس. وهذا المرتبان فرضنا حطينا المسحوقات بمقدار نص المرتبان، والنص الثاني للمرتبان بدنا نضيف عليه زيت حامل من هالزيوت الجيدة المتوفرة عندكم. زيت حامل ممكن يكون زيت دوار الشمس، ممكن يكون زيت الزيتون، ممكن يكون زيت جوز الهند، ممكن يكون زيت الأفوكادو، ممكن يكون زيت الجوجوبا. هذه كلها زيوت نعتبرها حاملة للمواد الفعالة اللي موجودة في الخلطة هذه اللي عملناها من العشبية. هلأ بسخن الزيت هذا، بحطه على النار في غلاية القهوة وبسخنه لدرجة مش يوصل لدرجة الغليان، بس انه يكون سخن. وبوضعه النصف الثاني هلأ من المرتبان فاضي، بوضع عليه الزيت الساخن هذا وبحركه شوي، بحركه وبسكره وبخليه لليوم الثاني. واليوم الثاني باجي بشيل بحركه كمان مرة، وإذا بدي أسخنه بسخنه، وببلش عملية الاستخدام.
فيها الزيوت هذه، وبخليها مع المسحوق اللي عملناه، البودرة هذه تظلها في المرتبان، لأنها لازم الزيت يظل مع البودرة تقريبا 3 أسابيع 4 أسابيع لتم عملية امتصاص كامل للمواد الفعالة من هاي المواد. وبعدها بعد 3 4 أسابيع بقدر أصفي الزيت وأحطه في الثلاجة، ومدة الصلاحية بتكون تقريبا 2 سنين أقل شيء لهاي الزيوت. هلا هذا زيت معمول في البيت، سهل عمله ونتيجته فعالة. فعالة ليش؟ في عنا مادة قوية موجودة في الفلفل سواء الأحمر أو الأسود، اللي هي مادة الكابسيسين. هذه أكبر مضاد أكسدي، بنشط عمل الدورة الدموية بشكل سريع، وتنشيط الدورة الدموية يعني من تنشيط العصب.